استمراراً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعزيز كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين في أعقاب الإعصار المدمر الذي ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية، واصلت حاملة المروحيات المصرية طراز مسترال جمال عبد الناصر تفريغ حمولتها من الحاويات التي تحتوي على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة. والله نشكر أخوتنا المصرية على المساعدات أخوتهم الشعب الليبي في الكارثة اللي المأساوية اللي صارت في مدينة درنا، بارك الله فيهم ونشكرهم على المجهودات اللي قاموا بها بحث الإغاثة الإنسانية للشعب الليبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، أنا اتبهرت، حاجة تشرف بجد. يعني في مستشفيات تبع القوات المسلحة، في سيارات إسعاف، في معدات، أنا طبعا أنا معايا كساحة، محملنا معدات كتير بنودوها نطلع بها دارنا. كله عمل مجهود جبار بصراحة، يعني إمكانيات رهيبة، الله أكبر عليهم وربنا يحميهم. حاجة تفرح، حاجة تشرح القلب بصراحة. أخوتنا المصرية على المجهودات الذي ساعدونا به وساعدوا مدينة درنا والمدن المنكوبة، نشكرهم شكرا جزيلا، وإن شاء الله ربي يحفظهم، إن شاء الله ربي يدوم المحبة بين الدول، ومصر وليبيا واحدة إن شاء الله. والله مصر بالنسبة لمصر والله ما قصرت بالمساعدات، مساعدات جنة بر وبحر وجو، يعني ما قصرتش مصر صراحة. الحق مصر صاحبة واجب من قديم الزمان، طبعا نقولوا تحيا مصر تحيا مصر. طبعا منذ اليوم الأول جمهورية مصر العربية قدمت مساعدات للمدن المنكوبة في ليبيا في شرق ليبيا، ونحن هذا اليوم استدعونا القاعدة البحرية طبرق لوصول باخرة مصرية فيها بعض المساعدات، وكذلك في مستشفى ميداني. نحن بالجانب الطبي الميداني قبل الأطباء هم على أوبة الاستعداد لكي يتم مساعدة درنا وإنقاذ الحالات اللي من درنا. نحن في داخل مركز طبرق الطبي يوجد عندنا ما يقارب على 22 حالة، ممكن حيتم إخلاء بعض الحالات من هذه الحالات إلى هذه البارجة لكي يتم رعايتهم. فنشكر الشعب المصري، نشكر القيادة المصرية على الوقفة الجادة بجانب قوتهم في ليبيا. كما استقبلت مستشفى حاملة المروحيات المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف عددا من الحالات المرضية، وقامت بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم. صعب نوصف لك، يعني شيء مرعب، شيء ضخم، شيء الكلمات ما تقدرش توصفها صراحة. قلت لهم شباب، يعني قلت لهم على راسي من فوق والله، يعني نشكر كل حد عالجني وكل حد ديني، بس أنا بالنسبة لي أنا والله حسيت براحة نفسية الحمد لله. يعني بديت نربط، بديت يعني حط راسي غامض عيوني نربط، حس باهتمام مش طبيعي والله. يعني حتى لو أنا بين أهلي مش حنت عامل المعاملة والله، يعني نخجل منهم، أصبحت نخجل منهم. سبحان الله، يعني كأنك حس نفسي في مصر، مصرية راي في الروح. كما واصلت عناصر البحث والإنقاذ المصرية جهودها في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة. وترحم على الشهداء في هذا الحدث الذي هز مع أخواتنا الدول العربية شقيقا ودعمهم بمال ورجال، ما أدى هذه رحمة بيننا، وأن شعب مصر وشعب ليبي شعب أخوة شقاء. نشكر دعم الشعب المصري وجيش الشعب المصري على مساهمتهم وأعانتنا في هذه المحنة، نسأل الله أن يوفق الجميع ويستمروا على وحدتنا. والحمد لله نشكر الحكومة الليبية والحكومة المصرية اللي شرفتنا هنا وسعفتنا وسعفت الناس كلها ونقص الناس من تحت الأنقاض. فيما استقبل معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة قرب مدينة درنا عددا من المواطنين المتضررين من الإعصار، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخي بين الشعوب، وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.